يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في رسالة جديدة من رسائل الدورة الثانية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. في كل يوم يتجدد بكم اللقاء في رسالة جديدة ومتسابقات جدد، أتينا من مختلف بقاع العالم ليتنافسن على أعظم شيء وهو حفظ كتاب الله. مشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ما ولو آمن أهل الكتاب. الله يجتبي. مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، الدورة الثانية، 1439 هجرية، في الفترة من 12 إلى 24 من نوفمبر 2017 ميلادية، ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. حسبك. السلام عليكم، أنا المتسابقة هديل جبارة من فلسطين، مشاركة في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم. أتممت اليوم الخمس أسئلة بفضل الله، وفقنا الله فيها. لا يتعلق الأمر بصعوبة الأسئلة أو سهولتها بقدر ما يتعلق بتوفيق الله لنا بعد الأخذ بالأسباب والمراجعة. سعيدة جدا لمشاركة في هذه المسابقة، وأشكر القائمين عليها، أشكر كل من يهتم بخدمة أهل القرآن، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حسبك. اسمي المتسابقة إسراء حسام من مملكة البحرين، مشاركة في جائزة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم، وأتمنى التوفيق لي وللجميع إن شاء الله. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المتشاركة من دولة البرازيل في مسابقة فاطمة بنت مبارك، وأنا سعيدة جدا جدا بمشاركتي في هذه المسابقة، فهذا حلم وفخر لي أن أكون هنا، فهي حفزتني لأن أعود إلى القرآن وأجمعه وفي فترة قليلة جدا.
الحمد لله رب العالمين، هذه الدورة الثانية لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك. طبعا الجائزة لله الحمد في بدايتها بدت بداية قوية جدا وبداية موفقة، ما في شك أن هذا يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنها يعني كان أيضا هناك يعني بدت بداية كبيرة، لأن أيضا على من سميت عليه يعني الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهي شخصية حقيقة كبيرة ورمز حقيقة كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. الكون أيضا رعاية جائزة القرآن، جائزة القرآن اليوم يعني جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم بيت خبرة حقيقة أصبحت في مسألة تنظيم الفعاليات أو المسابقات القرآنية، لها عدة مؤتمرات نظمت، لها خبرة حقيقة أكثر من 20 سنة سواء في المسابقة المحلية أو الحافظ المواطن أو جائزة الشخصية الإسلامية أو فروع يعني العلوم القرآن وتحفيظ القرآن في السجون، فهي حقيقة لها خبرة متنوعة ومتراكمة خلال 20 سنة. نرى الحمد لله هذه السنة أيضا أن استمرت جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك في نموها، عدد إن شاء الله عدد هذه السنة ما شاء الله كبير وزاد عن عدد العام الماضي، مع أن العام الماضي أيضا نحن كنا كبداية يمكن ما كان في جائزة للإناث في العالم بالرقم اللي احنا بدينا فيه، برغم أن كنا نحن في الدورة الأولى، فهذا من فضل الله تعالى يعني كلها يعني مؤشرات قوية على نجاح هذه الجائزة ونجاح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحقيقة ما توليه القيادة متمثلة في راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في دعم هذه الجائزة من نشأتها حتى يومنا هذا. يا حاملا لكتاب النور أجنحة ترف حولك بالأضواء في لجبي حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشب حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشب. وحدة تقنية المعلومات إحدى اللجان العاملة خلف الكواليس وتبذل جهودا كبيرة في متابعة لجنة التحكيم أولا بأول وترصد درجات المتسابقات وتحفظ النتيجة النهائية للمتسابقات من خلال برنامج تحكيم إلكتروني. لا شك أن السنة الدورة الثانية هناك إقبال كبير من الدول للمشاركة في هذه المسابقة المباركة. نحن تقنية قسم تقنية المعلومات في الجائزة دورنا طبعا لا يقتصر على المتابعة لجنة التحكيم أو المسابقات، لا بل دورنا يبدأ من وقت ما يتم مخاطبة الدول ومتابعتهم لحد ما توصل المتسابقة إلى الدولة ونقوم بمتابعتها حتى ترجع إلى وطنها. اليوم نحن نستخدم برنامج التحكيم الإلكتروني للتحكيم المسابقات القرآنية في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. نحن الآن نقوم بمتابعة كما هو الظاهر أمام الجميع، نقوم بمتابعة لجان التحكيم من هذا المكان اللي نسميه نحن خلف الكواليس. طبعا تحكيمنا مجرد ما تنتهي المتسابقة من التحكيم النتيجة تكون جاهزة عندنا، لكن لن نظهرها إلا في نهاية المسابقة إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع ولجميع الوحدات العاملة في المسابقة في الجائزة ونشكرهم على اهتمامهم. مشاهدين الأعزاء، الدعوة عامة لحضور فعاليات المسابقة هنا في ندوة الثقافة والعلوم بدبي بمنطقة الممزر حيث تنتظركم الجوائز القيمة. إلى هنا نصل معكم إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، وحتى نلقاكم في الغد مع رسالة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلق نور الله في الهدب صوتا يعلق نور الله في الهدب